عليه الصلاة والسلام وهو على أشرف المرسلين. اليوم رانا متواجدون في متوسطة المجاهد إبراهيم بريكي بلدية مطار فدائر في الدرج بدون تمثيل. المجاهد بريكي إبراهيم رحمه الله من ضحايا الإرهاب ومن مواليد سنة 1935 بدول بريكات بلدية مطارفة. حاليا يعتبر من الرعيل الأول الذين التحقوا بالثورة سنة 1956 ضمن المنطقة العسكرية الأولى أو رس الممشى قبل أن تتحول إلى الولاية التاريخية رقم واحد، يعني سنة 1956 بعد انعقاد مؤتمر الصومال. لاحقا التحق بصفوف جيش التحرير الوطني على مستوى الولاية السادسة التاريخية للصحراء بعد إنشائها سنة 1956. عاش ليرى ثمرة الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية سنة 1962، وقد التحق بالعمل ضمن إدارة السجون على مستوى المؤسسة العقابية هنا بالمسيلة إلى غاية التقاعد. تعرض إلى محاولة اغتيال وتحديدا بمساحة الشهداء وتحديدا بالقرب من مقهى الفلاحين سنوات المأساة الوطنية، فأصيب برصاصات الغدر بعد أن أدى صلاة الفجر وذهب لجلب الحليب من المحل التجاري المحاذي لمقهى الفلاحين، فأصيب برصاصات الغدر عندما رفض الانقياد للجماعة التي أرادت أن تأخذ عنوة ضمن السيارة، ففضل الموت على الذهاب. وربي رحمه وسع عليه. وقد كنت شاهدا على رؤية دمائه بعد الحادثة الأليمة، أتذكرها جيدا والألم يعصر قلبي. برحمة الشهداء من هذا المقام متوسطة المجاهد إبراهيم بريكي نترحم على هذا الرجل الشهم، على هذا الرجل البطل المجاهد الذي قدم تضحيات كبيرة خلال الثورة ولم ينل الشهادة خلال الثورة ولكن نال الشهادة بعد الثورة، ربي يرحمه ويوسع عليه. ومتى دشنت هذه المتوسطة؟ وهذه المؤسسة التربوية دشنت من قبل وزير الصناعة آنذاك سنة 2001 تقريبا، وهي أول متوسطة ببلدية المطارفة. بلدية المطارفة إن شاء الله نتمنى أن نرى بها مؤسسة تربوية عبارة عن ثانوية على غرار ما دشنا اليوم ببلدية خطوط سد الجيل، فهي من بين البلديات القليلة اليوم على مستوى ولاية المسيلة التي لا تحتوي على مؤسسة تربوية ثانوية. نتمنى إن شاء الله أن نرى مؤسسة تربوية بهذه البلدية. بارك الله فيك. شكرا أستاذ بارك الله.